الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، مع هذه الحلقة المباركة التي خصصناها لكيفية استقبال رمضان، رمضان الخير، رمضان القرآن، رمضان النفحات الإيمانية، فهو طهرة للصائم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصود، الهدف، الغاية من الصيام هي تحصيل التقوى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقبل رمضان يخاطب الصحابة قائلا: لقد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر. وكان كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وينادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عتقاء من النار. أحبتي الكرام، نسرد بعض الأمور التي بها نحصل الصيام الحقيقي. أولها المبادرة إلى التوبة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ثانيها تعلم ما لا بد منه من فقه الصيام، أي أن الإنسان عندما يريد أن يصوم رمضان لا بأس أنه يقتني كتابا أو يدخل إلى أحد المواقع على حسب المذهب المالكي ويبحث عن فقه الصيام وواجبات الصيام وأركان الصيام ومفضلات الصيام وكل متعلقات الصيام حتى يكون صيامه إن شاء الله مقبولا. ثالثها عقد العزم على ملء وعمارة أوقات رمضان بالأعمال الصالحة. أحبتي الكرام، المسلسلات يعني تكرر بعد رمضان، الأفلام تكرر بعد رمضان، المقاهي تفتح بعد رمضان، ولكن رمضان إن ذهب فلن يعود. ولذلك على الإنسان أن يملأ وقته بذكر الله والاستغفار، وأول هذه الأمور التي أنصح بها نفسي وإياكم أحبتي الكرام هو مصاحبة كتاب الله تعالى. كان الإمام مالك إمام المدينة و يعني من نتبع مذهبه في المغرب، من المذهب المالكي، كان الإمام مالك عندما يدخل رمضان يتفرغ لقراءة القرآن ويهجر المحاضرات والدروس وكل المتعلقات ويتفرغ لكتاب الله سبحانه وتعالى ويختمه يعني ختمات. ولذلك علينا أن نكثر من قراءة القرآن ونخصص يعني وقتا وحيزا كبيرا من أوقاتنا مع كتاب الله تعالى. رابعها استحضار سرعة انقضاء رمضان. دوما نستقبل رمضان في اليوم الأول والثاني والثالث، وبعد ذلك نسمع بأن رمضان قد يغادرنا ونتحسر ونكون ممن قال فيهم المولى عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله. قد لا ندرك رمضان كله، فعلينا أحبتي الكرام أن نغتنم شهر رمضان بالقيام والصيام وذكر الله تعالى والاستغفار وما إلى ذلك. خامسها شكر الله عز وجل على نعمة إدراك شهر رمضان. هناك يعني كثير من الناس في القبور، عندنا الآباء ديالنا وعندنا الأمهات ديالنا وعندنا الأقارب ديالنا الآن في القبور، ويتمنون لو أنهم يعودون إلى الدنيا ويصومون الصيام حق الصيام ويتوبون إلى الله ويصلون التراويح ويقرؤون القرآن ويتقربون إلى الله عز وجل. فهذه نعمة كبرى، نعمة إدراك شهر رمضان، فعلينا أحبتي الكرام أن نستغل ذلك. يعني سادس هذه الأمور الصبر على الصيام. كيف ذلك؟ تجد الإنسان صائما ومع يعني زحمة السير ومع العمل ومع الضغط للحياة، يعني الإنسان قد يترفض بكلام نابي ساقط قد يبطل صيامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فعلينا أن نمسك لساننا وأن لا نذكر وأن لا نحركه إلا فيما يرضي الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وصف المؤمن الصائم: فإن سابه أحد أو قاتله
فليقل إني صائم. الصيام أحبتي الكرام ومدرسة روحية نترقى من خلالها في مدارج السالكين، في مدارج العارفين، في مدارج المتقين الذين قال فيهم المولى عز وجل لعلكم تتقون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. أسأل الله تعالى أن يجعل أول هذا الشهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أسأل الله تعالى أن يفيض علي وعليكم من فيوضاته الربانية، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يبارك الله تعالى في أعمارنا ويطيل فيها حتى ندرك رمضان شهر المغفرة والغفران. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.